الأرجنتين الأولمبي بالذهب. بانيغا في التصويب والكرة في المرمى. بانيغا يسجل هدف التقدم للأرجنتين. إيفان بانيغا لاعب إشبيلي الإسباني وضع الكرة باقتدار ليمنح منتخب الألبي سيليستي هدف التقدم. جول الأرجنتين في شباك نيجيريا من خلال كرة أطلقها إيفان بانيغا. إيفان بانيغا وضع الكرة في الزاوية الصعبة للحارس أكبي ليمنع فريق التقدم. شوف الهدف الأخرى كرة بانيغا. مزاجيين حتى في الرسميات في مبالغ ودية انطلاقة من بافون والثاني أكيد الثاني يتأكد الثاني بلمسة الكون سيرجيو أكويرو. أكويرو يدور الكرة الثانية في مرمى نيجيريا ليؤكد التفوق المنطقي التفوق المستحق للألبي ثلاثي. فاموس فاموس أرجنتينا حتى في اللقاء الودي. المنتخب الأرجنتيني يحاول أن يبدع حتى في اللقاء الودي يؤكد التفوق التاريخي على حساب النسور. كرة ثابتة لنيجيريا تلعب باتجاه المرمى والهدف يأتي لنيجيريا. يسجل منتخب نيجيريا. إذا كان منتخب نيجيريا في الشوط الأول لم يكن سوبر ولكن السوبر يا ناتشو وضع كرة باقتدار تغير الحارس ماركيسن يتمكن منتخب نيجيريا من تقليص الفارق. كرة ممتازة من جانب كليتشي يا ناتشو يلعب مع الثعالب ليستر سيتي. يسجل ثامن اهدافه الدوليه عند نيجيريا. نيجيريا من اجل التعادل. يوناتشو يوناتشو عرضيه فرصه العوده وهدف التعديل لنيجيريا. الفريق النيجيري يرجع للمباراه. صحيح السوبر ايجلز فريق مزاجي ولكن لما يلعب بجديه يقدم اروع وافضل ما لديه. لما يلعب بحرص كبير يقدم كل امكانياته الرائعه. نيجيريا ترجع للمباراه بذكريات حلقه بما فيه باتستوتا الريتوندو الثالث. ما هذا يا نيجيريا؟ ما هذا؟ الفريق النيجيري تلعب بالدفاع الارجنتيني والهدف الثالث. اللمسه الارجنتينيه الافريقيه حاضره. اللمسه النيجيريه لمسه بهيه في ملعب كراسنودار. الهدف الثالث للنسور. النسور تعود للتحليق للطيران تعود للتألق. الهدف الثالث بسلسلة